جانفير 2013 كان الحديث على ان منظمه الاكتشاف المغربي راه متاخره بزاف فيما يخص المشاريع، وسيما انها ستوضع هي يدها في هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. اذا المفوضيه هي البات هذا الرغبه، واتحسر واتاسف على واحد العدد ديال الفروع اللي ما جاوش الممثلين ديالها يحضروا هذه الدوره كيف جيتو نتوما، وما بقات دابا حتى شي واحد انه غدا ينوض يعلق يقول على انه المفوضيه او المنظمه ما كتعملش تدريب او دورات تكوينيه حول المبادره الوطنيه. ها الفرصه جات، الناس اللي عندهم غرض راهم جاو ليها، الناس اللي ما عندهم غرض ما بقاش عندهم. هو المشاريع المدره للدخل جات في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بحكم ان الاغلبيه كيتعاملوا هذا العنوان ديال المشاريع المدره للدخل اكثر كيتعاملوا مع المبادره الوطنيه، يعني لو سول بايور دو فون اللي كيعرفوه اكثريه ديال الجمعيات على المستوى الوطني هو التنميه البشريه، ما تيعرفوش ناس اخرين. فاحنا غير باش ما نهربوش وما نسرحوش بعوض الله خليناها وعطيناها هكا، يعني كزكينا بها او طحنا بها او قلنا مثلا اللي كيعرفوا كاع المغاربه الخطاب اللي كيعرفوا المغاربه هو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هذا هو اللي جا فيها. اتصلنا مع الاخت ليلى اللي نسقنا معها والله انا صحويا غنقول لها القائده ليلى بنت الكشاف المغربي، راه ملي كانت زهره راه ماشي عاد تكونات ولا راه جابت في الدار، وكنشكرها جزيل الشكر ولنا الشرف اننا تعرفنا على الاخ محمد. فكان نقاشنا معها انا والاخ البرهاني فهاد الخصوص هذا، قلنا له قلت حنا هاد التخوف هذا ما خصناش نتفقدوا، لان المعلومات اللي كنتم تبينها في العمليه. إذا كانت الفورماسيون تاع الانتنسيف وكنت بيا تخرجوا من الرباط باش نتفادى سي فرقة في الكياس، أصلا البنات في الأول مرة كتخرجوا من الرباط بحال سي الكياس، وحنا حاليا البال أي مف أي جهة بغا شي تكوين أي نوع حنا مرحبا، حنا غنبقى الأطفال ما عندناش مشكل، حنا بغينا نخرجوا مع بعض ونهبطوا للفورم. وحاجة أخرى خصني ندير اون با بلي رابيدمون كيما قال لكم السي محمد، غير لو فيك كيليا كونتراديكسيون كيليا دي روما راه ديجا سا لو ليا ان سي اتيري لاتونسيون دي زانا دي بارتيسيبون. وتبارك الله عليكم انا هذا عاود نقول لكم هذا التكوين راه عادي ما فيش انني نسعى يقائي ونحترم هذا ولا نجزم هذا الجروب، راه صافي تستنى سان لوطخ تيب دو ستاج لي تيمشي زعما عالي، راه ماشي بالغدا، ماشي ديال الدراع، ماشي ديال السجن، ماشي ديال قايديهم، هذا راه تبني بواحد النوع اخر. فهمتي ديال في لو نيفو، صافي تيستاج تاع حنا في المستوى ديالو، وهاكا حنا نتعلمو. تبني بالغدا وديال المركز ديال بحال هكا تكنيك.